ألو، كيفك؟ مين عم يصفي؟ بعدك مضيعة ولا وصلتي؟ أهلين عمتي. الله يسامحك، تليفونك امبارحة ما خلاني انام طول الليل. آسفة عمي، بس أنا ما إلي غيرك، يعني أنت الوحيدة اللي بتموني على بابا. لو كنت بمون عليه كان عندي صبايا من جيلي. يعني ما حكيتي معه؟ لا ما حكيت. اسمعي مني، اسمعي كلمته. المنام اللي شفتك فيه امبارحة خوفني. ليش شو شفتي؟ شفتك بنت 7 سنين واقفة على قبر جدك عم تقري له الفاتحة. كنت أنا عم راقبك من ورا الشباك. جيت شوي شوي ووقفت ورا ظهرك. كنت عم تبكي. سمعتك عم تقولي له ما بعرف وين ضيعت المفتاح يا جدي. وسمعته عم يرد عليكي، تصدقي؟ شو قال لي؟ قال لك إذا مضيعة مفتاح قلبك ما رح تلاقيه إلا إذا رجعتي على البيت اللي خلقتي فيه. بس بدك تديري بالك لأنه في حدا من قرايبك سبقت لعينيك. مين؟ يامن.